بعض وسائل الإعلام المقربة لحزب لا تقول أو تؤكد مقتل شخص وإصابة 15 في عدد أولي لخسائر الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن وسائل إعلام مقربة لحزب الله تؤكد حتى اللحظة مقتل شخص وإصابة نحو 15 آخرين في عدد أولي لهذه الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت. أيضا راديو الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني يقول أن المستهدف الضربة على بيروت هو إبراهيم عقيل، قائد العمليات في جماعة حزب الله اللبنانية. سأذهب إلى مراسلتنا في بيروت سارة الشحادة أيضا لنطلع معك سارة على المعلومات الجديدة التي توافرت لديك حتى اللحظة. نعم مالك، حتى الآن لم يصدر أي بيانات رسمية من قبل حزب الله حول هذه الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. المعلومات الأولية تشير إلى انتشال حوالي 15 جثة من المكان. المعطيات أيضا تشير بأن الشيخ نعيم قاسم بخير ولم يصب بأي أذى، وهو لم يكن يتواجد في الشقة السكنية التي تم استهدافها بطائرة الF-35 الإسرائيلية. هناك عدد من الأطفال الضحايا الذين انتشلوا من المكان المستهدف في قرب المبنى السكني أو في المبنى السكني في شارع الجاموس في الضاحية الجنوبية. لم يصدر من لبنان أو أي بيانات رسمية حول الشخصية المستهدفة حتى الآن. كل ما يرد هو من الإعلام الإسرائيلي بأن المستهدف هو إبراهيم عقيل و بأنه هو رئيس دائرة العمليات في حزب الله ومن تم استهدافه في هذه العملية. طبعا ننتظر أي بيانات رسمية مؤكدة توضح من هي الشخصية التي تم اغتيالها حتى هذه اللحظة. أشير أيضا بأن هذه الغارات الإسرائيلية هي أتت تزامنا مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، كنا نتابع تغطية مجرياتها، وحصلت هذه الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت. طبعا ننتظر أي مستجدات بالتأكيد، وسنبقى بالمتابعة معك يعني سارة لكل التطورات والمستجدات حتى اللحظة.